وبدنا نتزوج على عيد تريري، وبدنا نعمر بيت جديد. سمعنا عزوبي وهموم غير وتمام ومواعيد. سمعنا يا مرحب مرحبا جميلة. ضيعتني؟ ضيعك؟ ايه؟ ليش انت بتضيعي؟ تأمرني يا لحم حبيبي. حبيبي تصدق شو تصدق؟ تعبت لك حلك اياها. من انا وصغيره مغرومه فيك. من انت وصغيره؟ انا وصغيره. ليش انا قد ايه اكبر منك؟ الله لا يوفقك. تصورني، بتعرف كم مره انا مصليه وقلي بليز بس على القليله تطلع وتحكي معي، بس بتصدق هيك برضه. انا لي فتره عم بروح عند حكيم نفساني، خليني فوت بصلب الموضوع. تصورني انا بعرف لي فتره يعني انا اول مره بحكي معك بصراحه. حياتي فضفي قول تصورني احكيلي. انا كثير بحاجه لك هالفتره. صبرني مدبرس؟ ايه مدبرس. ايه؟ معك ديبرسيون؟ نعم مدبرس معك ديبرسيون؟ حديثك رطب على فكرة. يا حبيبتي صبرني صبرني قول قول صبرني قول شوفي عن الوعي. طب خليني احكي عم بقلب. ليكي لي فترة عم بروح حكيم نفساني انا. ما اسمعهم صح حبيبي. عندي كآبة مخيفة حبيبي. فقلت انا يعني الحبوب كلها اللي عم باخذها ما عم تنفع، ما بتنظبط. قلت افضل حل صير صاحبي انا وياكي. تأمرني تأمرني حبيبي من ضلنا. ايه مثل نضلك حدا امي. ايه حياتي لا لانه بس شوفك صرت عم فرفح. تأمرني لانه بعطيك جود فايب. نعم بعطيك جود فايب يعني بس تشوفني هيك بتتفائل بترتاح. بتفائل هيدي. تأمرني يعني كل ما عم شوفك بصراحة جميلة. ايه مثل جامو كل ما جامو ايه كل ما بتطلع فيك ايه بقول يعني مثل ما بقول المثل شوف مصيبه غيرك بتهون مصيبتك. انا ما عندي مصايب. لا انت مصيبه عادي. كيف صار حكي يا بنحي؟ يعني بس اطلع فيك بقول انا اذا هي هيك انا المفروض تكون الدنيا بالف خير. ما فهمت عليك قصدك. بدي اخذ صوره انا وياكي معلش هلا لحتى كل ما احس بالكآبه بتطلع فيها بقول لا مزبوط الدنيا بألف خير. لا بنحي ما عم بفهم عليك. قصدك انه انا يعني انا مصيبه؟ مش مصيبه بس انه بشعه كثير. شو عم تحكي انت؟ لا سبك بنحي عم تستغلني انه انا يعني قلبي طيب وحلو وشايفه حالي قد الدنيا بتقلي بسعه؟ فصارت علاقتك سوى بسعه اصحابها. ايه؟ اصحابها صحابة هلا بك صحابة. ليك انا ما ممكن فوت معك بعلاقة يعني وانت عم تقول عني بسعة. مش علاقة انا وياكي بس انه هيك صاحبي من بعيد لبعيد بس لتعطيني تفاؤل. كيف يعني اعطيك تفاؤل؟ ما عم نقول لك. ليك هالمنظر ليكي شو عاملة برمضان؟ ملحم ضروري شوفك لانه انت صيام لحالك. ملحم خلص اسكت ملحم. منظرك بيقطع القبلية. ملحم بتعرف ليه يا ملحم؟ بتعرف ليه عم بتقول هيك؟ ليه؟ لأنه الدنيا كلها وصايط يا ملحم كلها وصايط. مزبوط إيه؟ أنا وصيت كبير. طب ما فينا نضل صاحبي أنا وياك يا جامو؟ لا يا ملحم. ليه؟ يا خي بتعملي فيك يا ملحم مهورة يا عيب الثوم.